Teespress.com. مرحبا لا سيدي راه ان شاء الله غادي باش لان الفرقه ديالنا فين الاخوان ديال الكوميتي راه طيب في البلديه بحال الا بحال الا معاهم هو الانترفاس ما كاينش بدون قيدنا وشرط البلديه راه هنا اشارتهم هو عارفين هذا الشيء كامل لان تمديل تيزنيت خساره ما الا كانت الامل في المستوى المدينه كلها غادا لا ما كاينش لا ان شاء الله داكشي اللي اول هذه واحد يومين ثلاثه ايام ريحنا مع المكتب مع السيد الرئيس وهذا حنا راه اشارتكم وهذا العام خاصو يكون ان شاء الله شي لان حرام مدينه تكون جميله مدينه زوينه كاينين اللعابه اللي في المستوى اللعابه اللي تضحيو بزاف السلام عليكم vous allez manquer la canne. Oui. Mais vous allez rester la montée cette année inchallah. Également ivoirien. C'est tous des pays amis. Tous des pays amis. Il faut des voir. Vous également la trilogie. Hein, donc les trois pays les plus amis au Maroc. De quelle ville? Dakar. Capitale. Vous y allez la semaine prochaine, le dimanche prochain jusqu'à Dakar. Vous avez quelque chose à envoyer à la famille? Non. C'est sérieux. Est-ce qu'il m'a fait كاينه ولا ما كايناش هو اللي سيعطينا الاخبار تبارك الله عليكم احمد اجدو اجدو فيتيرون تبارك الله عليك تبارك الله سي اجدو اهلا وسهلا معول عليك تبارك الله عليكم اليوم اغتنمنا الفرصة ديال هذا التوقف ديال البطولة و شرع الفريق في هذا الكونسنتراسيون ديال الأمل تيزنيت وجينا درنا لهم واحد زيارة ديال التشجيع كمجلس بلدي زيارة ديال التشجيع وديال الدعم وحاولنا لا المدرب ولا الطاقم التقني واللاعبين ان نعبروا لهم على ان المدينه كلها وعلى راس المجلس البلدي بجانبهم باش ان شاء الله بعد هذه العوده في النتائج وهذه النتائج الايجابيه ديال الاسابيع الاخيره الى بقات الامل الى لقينا نتعاونوا مع الامل باش ان شاء الله هذا العام يكون الصعود للسنه الماضيه كما تعرف الجميع النقابه او قاب قوسين او ادنى من التحقيق ديالو والحقيقه ما عيناه هو ان اللاعبين ولا الطاقم التقني ولكن كذلك المكتب الاداري كل شيء عازم وعقد العزم باش ان شاء الله يتحقق هذا المراد وهذا المبتغى
اللي مهم هنايا هو ان اليوم المجلس البلدي ما عندوش ادنى تردد وادنى شك في ان الفريق الاول ديال المدينه والاقليم خاصو يحظى من عند جميع المتدخلين باقصى درجات العنايه والاهتمام. وهو ما قام به المجلس البلدي في السنه الماضيه باش يضمن هذه الظروف الملائمه حيث ترفع المقدار ديال الدعم تقريبا ب 100% من 52 مليون درهم ل 100 مليون 52 مليون سنتيم ل 100 مليون سنتيم من 520 الف درهم لمليون درهم. وكذلك الانتظام في الصرف ديالها لاول مره في هذه السنتين الاخيرتين تنصرفوا الدعم ابتداء من بدايه الموسم بمعنى انه مثلا هذه السنه هذا الموسم الرياضي 2023 2024 موسم عوض الطريقه اللي كانت كدار شحال هذه اللي باقا كدار في واحد العدد ديال المدن وصرف منح الدعم كانت يبقى حتى لنهايه السنه عاد كيتصرف ديالها. لا دابا مثلا ديال 2023 24 عطينا فيه ثلث 30 مليون من ديك 100 مليون تعطات في هاد الدجنبير اللي داز. كنهضروا على هذا الموسم اللي دونك باش ديك السيوله تكون امام الفريق. ولكن كذلك دعم اخر موازي اللي كما تعرفوا الاخوان في المكتب المسير حنا دائما بجنبهم ودائما في تواصل معهم لا مع رئيس الفريق ولا مع المدرب خاصة السابق سي حسن الشريف اللي كنا معاه دائما في اتصال. وكما قلت نيت قبيله الكماح كعميد الفريق انا كرئيس باتصال مباشر معاه غالبا خاصة في المقابلات اللي كيكون شويه في عندهم شويه الارتباك ولا ملي تتكون نتائج ايجابيه انا بيني وبينه تواصل في الواتساب ديما تنشجعهم. الملعب بالنسبه للملعب ديال المسيره كلشي تيعرف ان الوضعيه ديال اليوم كتستحق وكتلزم علينا جميع اننا يكونوا في تدخلات باش يتاهل لا بالنسبه للارضيه ديالو ولا بالنسبه للتوسيع باش الجمهور الغيور ديال المدينه يلقى فين يشجع في ظروف مواتيه وكذلك الارضيه اللي كنعرفوا جميع انها غير. ولكن اللي مؤكد ان المجلس دار مشروع اتفاقيه مع الجامعه لتجديد العشب وهي في المراحل النهائيه ديال التوقيع باش الى لقينا ان شاء الله ما يتعطلوش الاشغال. وكذلك في الصيف الماضي في التوقف حاولنا مع الفريق في اطار واحد العمليه مشتركه مع الفريق مع النادي درنا واحد النوع ديال التجديد ديال الكازون اللي اعتق شويه ولكن باقي حقيقه غير ملائم كما يجب واللي يكون في المستوى ديال تطلعات المدينه وديال الفريق ديالها. وبالتالي فاختم واختصر اقول ان لا احد اليوم مسموح ليه باش يزيد باش تكون المزايده على شكون اللي باغي الفريق وشكون اللي ما باغيهاش. المدينه كلها ماشي غير المجلس البلدي ولا الرئاسه ديالو ولا حتى المجلس الاقليمي اللي اليوم كان السي محمد الشيخ بلا رئيس المجلس الاقليمي كنا اتفقنا باش نجيو اليوم ولكن تصاب بواحد نزله بارد حد اليوم دايور ما تمكنش يحضر حتى من في الدوره ديال المجلس الاقليمي. ولكن كنت درت مع السي فؤاد والسي بوجمع بواحد المشنه اليوم نديروا اليوم هذه الزياره لرفع المعنويات خاصهم انهم مقبلين على واحد الكونسونتراسيون اللي غتبدا هاد الايامات واللي المجلس البلدي ولا الاقليمي تعاونوا معاهم باش الظروف تعاونوا ماديا خارج المنح باش الظروف ديال هاد الكونسونتراسيون تمر في ظروف جيده. شكرا تنمر. ان شاء الله نتوفقوا جميع هذا العام ان شاء الله. كما قلت للسي فؤاد كنا سي بوجمع كنا ثلاث ايام هذه هذا الشيء ديما في التواصل كما قلت لكم المجلس البلدي والناس المدينه كلها لا المجلس الاقليمي ولا السيد العميد معولين عليكم هذا العام ان شاء الله. ان شاء الله وحنا ما تسالونا الا غير ما نقصروش من جهدنا ونتمناو ان شاء الله نفرحوا هذا العام ان شاء الله. الامل راه كتستحق المدينه تستحق وظنيت بان الا وفرنا الشروط كاملين ان شاء الله. كاين هذا شويه الاشكالات ديال الكازون ديال التيران كذا ولكن نحاولوا ما يكونش عائق حقيقي دابا نحاولوا راه كاينين الناس اللي كنا بعض الامور باش ان شاء الله ما يتعطلش الاصلاح ديال التيران. الامكانيات اللي خاصها توضع ان شاء الله الفريق غنتعاونوا جميع باش داكور ان شاء الله باذن الله. وتنشكرك على هذا
تنشكرك على هذه الزيارة. لا العفو هذا. وتنشكروا حتى المكتب ديالنا اللي في الحقيقة كان واحد الواجب كبير. لا لا المكتب غيانا ديالها. صراحة هي هذا. لا لا المكتب غيانا ديالها. فهمتي. داكشي علاش مثلا هذا شنا مهنينا عارفين بزاف وداكشي وهادو الاصدقاء ديالو دايرين الواجب والمدينة كلها دايرة فيهم الثقة. ولكن دابا خصكم تزيدوا تعاونوا. حتى ملي جيتي راه كاين نفس جديد. ولكن ماشي بوحدي انا راه كاين ستاف كامل معايا ان شاء الله. لا لا سي سلام سي حسن السي والشريف راه دار حتى هو مواسم تبارك الله هذا مزيانة. ملي جيتي كاين نفس جديد عجبتنا حتى هذيك الطريقة باش دازتو تسليم جا هو اللي قدمك. ما تنشوفوهاش بزاف هذه هي الرياضه احسن من دونك نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا الله نشكروك سيدي ما تنساوش الفيديو نبسطوكم ولكن كونوا على جماعيه واحد الصوره جماعيه كونوا على يقين اننا معكم كاينه التجربه وكاينه لا فريشور عندي ها التجربه نفس الوقت إذا جلسنا هنا Yeah, how are you?